مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. واحب افكركم مين اللي مكمل معانا الرحله بتاعتنا. معانا الاستاذ جاستن وصاحبه الانتيم الاستاذ ايفو اللي عامل مشاكل من امبارح وعامل حاجات حلوه قوي 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 برضو، ومامة جاستن كريستين وباباه مينا، ومعانا اسره الاستاذه روفينا ومحمد صديقها وصديق العيله، كلهم اسره مع بعض اصدقاء عشان هم مش فاكرين عرفوا بعض منين، فانا بفكركم اهو. ومعانا كمان مامة روفي ماريز وجوزها مايكل. احنا لسه مكملين لعب وحركات وتحديات وطبخ وحواديت، هنعمل حاجات كتيره جدا 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 النهارده. بس تعالوا قبل اي حاجه نفتكر حصل امبارح. اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. ريدي ستيدي جو. مين اكتر واحده بنت صاحبتها؟ معرفش طبعا. والنبي جميل. انا بس عايزه اجيب الموبايل اطلب واحده بيتزا. مفيش موبايل طول الرحله. قصتنا النهارده اسمها قلوب من ورق. نهار ابيض. الفريق الاصفر هو اللي فاز. جينا اللعبة من ألعاب بابا وماما، كراسي موسيقية، بس لسه مكملة لغاية دلوقتي. طبعا كله عارف بيعمل ايه في اللعبة دي صح؟ يلا هنسمع المزيكا، وبعد ما نسمع المزيكا نبتدي نتحرك على طول. اتحركوا. امشي يا ابني، امشي يا ايف، ما تبعدوش قوي عن الكراسي. امشي يا كريستين، عارفه الحركات دي. الله لا لا لا، مين يلا يا مايكل هات كرسي وتعالى. يلا مايكل وقع. مايك تعالى هنا. كريستين امشي يا كريستين، بلاش الحركات دي. وانت شيل ايدك من على الكراسي يا ايفو. اجروا اجروا، ما تمشوش كده، اجروا يلا. الله لا لا لا، لحق. بس بيعمله ازاي؟ تعالى يا ابني ده باباك، تعالى. بالعيله بالعيله كده، الابهات طلعت. ماشي مضحيين قوي. يلا ماشي يلا كملوا، اسمعوا المزيكا تتحركوا. يلا اتحركوا. يلا يا ماماهات، مين يا ترى هيقع؟ امشي يا ايفو، بلاش حركات دي. ايفان كمل. ايوه سيبوا ايديكم، سيبوا ايديكم من على الكراسي. محمد شيل ايدك من على الكراسي. وجاستن لسه مكملين مزيكا. لسه تعالي يا حلوه وهاتي الكرسي. يلا جنب بابا. معلش. يلا يلا اقفوا كويس، يلا عشان تسمعوا مزيكا تتحركوا. يلا 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 يا محمد، شيلوا ايديكم من على الكراسي، ابعدوا. شيلوا ايديكم من على الكراسي وابعدوا. ايوه شيل ايدك من على جاستن. جاستن شيل ايدك من على الكرسي يا جاستن، هتخسر، هخسرك كده. وانت يا محمد شيلوا ايديكم وامشوا كويس. تعالى بقى يا جاستن، تعالى انت وقعد الاول والله. تعالى تعالى وهات كرسي. مش قلت لك شيل ايدك من على الكرسي، اخرتها وحشه. يلا تعالى. ماما مكملة عشان شاطرة، تعالى بقى شجعها. تعالى هنا، تعالى هنا. جاستن تعالى تعالى، ما عشان شاطرة، يلا شجعها. يلا شيلوا ايديكم من على الكراسي. ايه 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 ماريز، بلاش الحركات دي. اجري يا ماريز، شيل ايدك يا محمد، شيل ايدك يا محمد، اجروا. الله تعالى يا محمد، تعالى يا محمد هات كرسي وتعالى. يلا كده كده ايفان على الامهاتين. الله منطقي برضو، منطقي برضو، ازاي ما توقعتش ده. يلا اسمعوا المزيكا. لا ايفان امشي كويس، ايفان امشي عدل، ايفان هتخسر. ايفان امشي كويسه جدا. ايفان اجروا اجروا، بلاش الحركات دي، بلاش الحركات دي، اجروا اجروا. ايفان ايفان كده غلط بجد. ايوه برافو كده،
افضلوا بقى كده، افضلوا كده. دختي ولا لا لا مريض. انا عارفه اللي بيعمل حاجه غلط. ماما وماما يلا هاتوا كرسي. ماما وماما. لا لا كرسي واحد، كرسي واحد. يلا هاتوا الكرسي ده. ماما وماما يلا. ارجعوا كده كله، كله يرجع ورا. كله يرجع ورا ونشوف بقى مين في الاخر. يلا. ماما بقى ماريز ولا كريستين؟ اجروا. بلاش الحركات دي، بلاش الحركات دي، بلاش الحركات دي. بتبطى عند الكرسي. تعال تعال. بلاش الحركات دي، ما تبطوش عند الكرسي. ماريز كريستين بلاش الحركات دي. ايوه انا هدوخه. يا ماما ماريز ولا كريستين؟ اجروا بقى اجروا، خليهم يسمعوا مزيكا. ماريز اللي قعدت الاول، وها قد فاز الفريق انتوا كنتوا ليه؟ الاصفر. والحمد لله الاصفر. الاصفر هو اللي كسب، الاصفر هو اللي كسب. تعالوا نشوف التحدي اللي بعده هيعملوا ايه وهنروح نعمل ايه تاني. جينا بقى للعبة شد الحبل اللي كنا بنلعبها برضو واحنا صغيرين ولسه مكملة، وهنشوف بقى الفريق الأحمر ولا الفريق الأصفر. الفريق الأصفر ولا الفريق الأحمر هو اللي هيشد الحبل بقى ويجيبه ناحيته أكتر، وكله بيشد وأنا شدة وحاجة صعبة جدا. ممكن تسيبه عشان أول ما يعني سيبوه كده. يلا هقول ريدي ستيدي جو وهسيب إيدي. أوكي ريدي 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 ستيدي جو. الله الله. يا مايكل خلاص. شكرا يا مايكل، والله العظيم شكرا 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 جدا. الفريق الاصفر والله العظيم ما انت تمام. الفريق الاصفر هو اللي كسب والحمد لله. تعالوا نكمل العابنا ونكمل تحدياتنا ونرجع تاني. قلبك ابيض. مد زي وقوش تاني. جينا لتحدي الكور والاجوال وكل زوجه. ايه ده اصحي كده يا كريستين، عارفه هتعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ الاساتذه الابهات اتفضلوا. قعده الاسره بالظبط، حضرتك تقعد كده على ركبتك. ايوه تحط ايديك ورا وما تستخدمش ايديك خالص خالص خالص. هتعملي ايه يا ست الكل؟ تنشني. هتعملي ايه؟ كل اللي نفسه في حاجه هيطلعها دلوقتي. اوكي يلا ريدي ستيدي جو مع ايدي بقى. يلا واحد. اه برافو. يلا نرجع تاني. واحد. اي حلو قوي الكلام ده. هات الكره بسرعه، هات الكره بسرعه كرتكو دي. يلا اتنين. الله يا بنتي الله على التنشينه، كنت هتدخليها في نفسك. اتنين. اه برافو ماما. هات الكره والنبي جاستن بيساعد الاتنين، بيساعدك. يلا تلاته. الله بره على طول. ده ايه ده؟ مفيش اي حاجه خالص. فين ماشي. ثلاثة يا ماما، ثلاثة يا بنتي. يلا ثلاثة. الله 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 الله. أربعة. مينا حاسة إن أنتِ هتدخليها فيكوا والله. أنا بحاول. أربعة. الله 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 الله. برافو يا مينا، والله برافو، فدائي. يلا خمسة. أه ماشي حلو قوي. خمسة. الله 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 ماشي حلوة قوي. يلا ستة. الله 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 الله. حلوة قوي حلوة قوي الكلام ده. ماشي يلا ستة. اه حلوة قوي. هاتي الكورة بسرعة. يلا سبعة. اه ايوه دخلت لصالح الفريق. ايوه والله دخلت. واحد صفر لصالح الفريق الاحمر. سبعه. يلا الله الله حلو قوي يا ابني بالعارضه. يلا ثمانيه. ماشي ثمانيه بسرعه يا ماما بالعارضه. ماشي يلا واحد صفر لصالح الفريق الاحمر والكوره التاسعه بسرعه. يلا يا جاستن بسرعه. يلا يلا بسرعه يا بنتي، هاتي الكوره واديها لماما في ايديها. يلا برافو. تسعة. برافو تسعة في راسه. يلا
ادي يلا اخر كوره اخر الكوره دخلت فين؟ يلا يا جاستن بسرعه فدائي جاستن والله يلا هات يا ماما اوه يا ابني يلا الحمد لله على كل شيء بنتمطور بقى وبنتمرجح بقى يا ابني كوره وديتها فين؟ يلا هات هات الكوره ها يلا 10 ها ماشي 10 ماشي 1-0 اللي صالح الفريق الاحمر برافو الفريق الاحمر جدا 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 هنروح نشوف ايه التحديات الثانيه اللي عندنا ونرجع نكمل العابنا وصلنا بقى لتحدي الجينجا والحقيقه النهارده ما عنديش ادنى شكوك خالص مين اللي ممكن يوقع البرج مثلا بس هنبتدي على طول من الاسره دي ونقول يلا يا مايك حماس رهيب بينط من عينك انا عارف ايه يا مايكل لسه في اطفال عايزين يلعبوا كله هنشوف كله هيلعب احنا ايوه بالظبط كده عكس عكاس السؤال كان غريب قوي عكس عكاس يعني ايه يا مايك التركيز ايه يا مايك التركيز ايه يا مايك طيب برافو يلا يا مينا حماس 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 نجيبها واثق وفاهم هو داخل يعمل ايه جنبها انت بتلعبها كتير ها مش قوي بس شاطر يلا يا ماريز اه يا لوزه يا لوزه ايوه اه برافو ماريز يلا كريستين شكرا انت كوكي بيقول لك كوكي بيشجعك نبي جميل برافو كوكي عكس عكس برافو يا كوكي اه كوكي 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 اه يا كوكي ماشي بالراحة يا محمد لمسة عالم بقى ان شاء الله ان شاء الله خير بالراحة يا محمد ايد واحدة يا محمد برافو يا ابني والله مش ممكن تبحث في الفضاء وبتبحث في الاشياء ايوه محمد برافو الله اكبر برافو برافو انا مش شاكه خالص مش قلقانه خالص زيان زمان لما كنا بنلعبها بص هي ايد واحده ايفو مبدئيا والله برافو ده ايام زمان ايام زمان بنلعبها انا وايفو زمان ايام زمان ها ايفو ايد واحده برافو يا ايفو شويش خالص برافو والله شاطر يا ايفو يلا يا روفي بس سيبها ايفو ماشي لا بلاش من دي ايوه اقطع ماشي الحمد لله العكس العكس ايفو العكس يا روفي العكس سوري العكس العكس يا روفي ايه يا جاستن ايه الحكمه اللي انت داخل بيها ايه بقى يا برج بقى ايه يا برج مش عارف تقع الكلام على ايه ايه مش الله والله يا ابني حاسب عشان حاسب ما تسندش على البتاع ازاي اصلا مش من ايام زمان ومش من ايام زمان وادي حاجه ولا نحن ايوه ها شكرا بالراحه بالراحه يلا بابا خايف الموضوع ابتدى يبقى اصعب طبعا بس ستيل هو سهل يعني احنا مش هناخد من اول صف اللحظات الحاسمه ولا ايه؟ ولا ايه؟ لا يا بابا لا مش لا هو صح هي لوز ركز يا بابا انا مش شايفه هو بيعمل ايه بصراحه اهي ركز يا نهار ابيض يا جماعه يلا يا بابا يلا يا مينا
يلا يا مين. انت مبسوط؟ احنا اللي كسبنا. ابتدت تصعب جدا. مش مهم، المهم نتبسط. المهم نتبسط طبعا. ايوه ديت. برافو. انتوا ايه بتغيروا ليه؟ كده. وانا مش واخده بالي يعني؟ ما انت انا عارفه ان انت واخده بالي. ماشي. يلا ايوه. ماشي. برافو. كريستين بعديها، انا بعديها. يلا ماريز. حلو قوي. ركزي يا ماما. حلو، لا بس شاطرين لغايه دلوقتي كده. ايوه يا ليزا. يعني ماريز. عيله ماريز. عيله ذكيه. يا ماما ركزي. ايد واحده وخلي بالك يا ماريز. ماريز. أيوة. انا رايي ما تجيش دعوه اللي فوق بجد. بالراحه يا ماما. شوفي من اللي تحت. ماريز انا خايفه. احنا خايفين يا ماما. يا ماما بتقولي. ايوه يا ماريز انا عجباني ثقتها، قالت لي ما تخافيش وطمنتني وانا اطمنت بعدها. برافو. يلا يا كريستين. بعديها انا وبس واقف كده. ماشي. لكن انا. لا اوكي اوكي بالراحه. بعدي. ماشي. كوكي يلا شجع كوكي. كوكي 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 كوكي. الله الجماهير بتشجعك جامد يا كوكي. كوكي 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 كوكي. لا طبعا. يا كوكي. بالراحه يا كوكي. بالراحه يا كوكي. خد اي واحده ثانيه. طب شوفي واحده ثانيه. خد اي واحده ثانيه. لا. ما عدا ان ده. لا لا لا. اللي فوق. يلا لحظات حسيمه شكلها. شكلنا بنخلص ولا ايه؟ الله اللي قادر على التحدي والمواجهه والله. يا سلام يا كوكي. استنى ده. طارم طارم. تم 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 تم. الله رجعيها. الله رجعيها. هنقتلتو. بس شاطره جدا والله. تعالوا نروح نشوف بقيه العاب التحدي اللي معانا ايه. لموا يلا الحاجات دي يلا. تحدي تاني عندنا، تحدي الجرادل والكور. هنشوف مين الاسره اللي هتعرف تجمع اكبر عدد كور وما يوقعوش الباقي. جاهزين؟ يلا ريدي ستادي جو. يا مايكل يا مينا. الله مايكل ايه متعاون قوي. ايه ده يا ابني يا ابني ده. يلا الحمد لله على كل شيء. برافو. يلا 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 يا ماما. بالراحه. خلي بالك خلي بالك. بالراحة. ايوه بالراحه بيقول لك. ادلو ادلو بسرعه. شاطر يا محمد. اجري. خلي بالك يا روفي. تعالي امسك امسك يا محمد. يلا هات هات هات. برافو يا روبي. طبعا واضح انه ايه انا باينه يعني. تعالي يا روبي تعالي يا روبي. هي باينه بس هنعد برضو. بس يا حبيبي يلا تعالوا هنا. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلتاشر. تلتاشر كوره عند الفريق الاحمر. الفريق الاصفر كان متأني جدا. فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بس ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر كورة. وده ريكورد في حد ذاته في اللعبة دي بصراحة. برافو فريق الأصفر، يعني عامل إيه شغل عالي ومبدع. تعالوا نكمل ألعاب تحدي تانية عندنا، نرجع بقى نشوف مين فيهم هيكسب اللي جاي. رحلة سعيدة. متحمسة جدا أعرف مين اللي هيكسب في تحدي فرقعة البالونات، الأستاذ جاستن ولا الأستاذة روفينا. ومتحمسة كمان
ان الاهالي تبقى بتشجع، مش كده ولا ايه؟ أكيد. طب يلا بينا على طول، ريدي ستيدي جو. برافو. لا لا، من مكانك من مكانك يا جاستن. برافو برافو. ايوه ارمي ارمي. ما انت معاكي تاني يا روبينا، معاكي الكوبايه. بسرعه 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 بسرعه. يلا يا جاستن اسرع. برافو. خطوه واحده جاستن. جاستن بس جاستن بس، خليكي مكانك هنا. بسرعه يلا ماشي. برافو. خطوه كمان بس كده. يلا يا جوجو اسرع يا جوجو. ها برافو. اللي بعدها بص على ايه. يلا برافو روبينا. برافو يلا اسرع. برافو يا روبينا. برافو يلا يا جوجو. روبينا روبينا يلا خطوه يا روبينا. خطوه طلع خطوه ماشي بعيده بس. خطوه كمان يا روبينا. خطوه كمان بس من هنا. تعالي هنا، تعالي ارجعي ورا، ارجعي ورا بس من هنا بس. خطوه بقى من عندها. يلا مين هيفرق الزله الاول؟ مين؟ روبينا 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 من عندك. ارجعي ورا يا روبينا. يلا يا جوجا. الله. روبينا. برافو روبينا، هي اللي فرقعت البالونه الاخيره. الفريق الاصفر هو المتقدم حتى الان. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه في البلاي ستيشن. وصلنا بقى للبلاي ستيشن، ونشوف الاستاذ محمد والاستاذ جاستن هيعملوا ايه في السباق بتاعنا، ومين اللي هيفوز ومين اللي هيسبق. عايزه اقول لكم على نصيحه، لما تلاقوا بنزين خدوه، لان العربيات هنا بتقف من غير بنزين. اوكي جاهزين للسباق؟ جاهزين نشجع جاستن ومحمد؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. محمد معاه العربيه الصفراء، جاستن معاه العربيه الحمراء، ونبتدي على طول. محمد في المركز 19 بقى في 20، جاستن في 18 عداه. برافو يا ابني، اهم حاجه البنزين. ايوه يا اولاد عداك لسه، انت في 17 وهو في 20 لسه في المركز الاخير. يلا يا محمد خد بنزين. برافو جاستن في 17، محمد في 19 بس. محمد جاستن محمد. واو جاستن في 13، محمد لسه في المركز اللي قبل الاخير. برافو يا جاستن في ال 12. ايوه يا ابني ايوه يا ابني ايوه كده. حاسب، ما انت لما بتاخد الانرجي دي بتسرع، فتاخد بالك وانت بتحول يا محمد. جاستن مش محتاج طبعا نصايح. جاستن في اللفه الثالثه وفي المركز العاشر. حاسب خلي بالك من البنزين يا جاستن. بس هو في التاسع، في بينهم 10 عربيات. برافو. ايه يا جاستن ده انت قاعد قدام بلاي ستيشن طول الوقت. برافو في الثامن في السابع. برافو محمد، للاسف لسه في المركز اللي قبل الاخير. اوه معلش مش مهم طبعا. مش هيسبقك بس يعني انت ممكن تسبقهم كلهم برضه. سابع سادس، عمال بقى خامس سابع سادس رابع بيتقلب، ومع عربيه جايه قبليه. فاينل لاب عند جاستن، وجاستن في المركز السابع بقى في السادس بقى في الخامس، ومحمد في ال 16. جاستن بقى في الرابع. واو. ومحمد بقى في 15. برافو. يس يس جاستن خلص المركز الرابع. محمد في ال 14 ولسه مكمل في ال 13 12. برافو يا محمد. يلا يا محمد يقولك يلا يا محمد والنبي. 13
محمد المركز ال 13، جاستن المركز الرابع. جاستن هو اللي كسب يعني السباق ده، بس عادي احنا عندنا حاجات تانية نكسبها مش كده ولا ايه؟ برافو، جريت جوب الولاد. ايه يلا اي والله ما انت قايم. احنا هنخش نشوف بقى ايه كونكت فور هنعمل فيها ايه كده. وصلنا في رحلتنا للكونكت فور ومعانا بقى ماريز وكريستين ومعاهم ولاد صحابهم اللي ايه معتمدين عليهم. هتعملوا ايه يا شباب؟ هننشن. ايوه هننشن، مهم النشن، مهم تكسبوهم. يلا احمر اصفر معايا بقى، ريدي ستيدي جو. احمر الاول يا محمد، اصفر يا محمد، جت احمر ما جتش سيبها، اصفر خدوا كور من جنبكم، جت الحمد لله. ماريز دخلت، احمر ما جاتش، اصفر ما جاتش، يلا احمر برافو، اصفر يا ابني، اصفر يا ابني، اصفر هيلعب مرتين، اصفر هيلعب مرتين، يلا العبي، يلا يلا يا محمد، يلا يا محمد برافو، احمر احمر، اصفر اصفر، يلا يا ماما، احمر يلا ايفان ايفو، اصفر محمد برافو يا محمد، احمر قفلت عليكي، اصفر اصفر ماشي حلو قوي، احمر احمر يلا، اصفر احمر برافو يا محمد دخلت ماشي، احمر برافو يا ايف، اصفر احمر اصفر ماشي برافو برافو يا محمد، احمر بتحاول تقفل عليكوا، اصفر يا ترى برافو، مش ممكن يا جماعه مش ممكن، الفريق الاصفر بيخبط من جديد وبيكسب في كونكت فور برضو. يلا نروح نشوف بيحصل ايه في يحيى وكنوز. بيكو يا أصحابي، دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن مكتبة الأسكندرية، يلا بينا نطير ونستكشف. بص يا سينو، ده كان اقتراح قدمناه لإدارة المدرسة عندنا ووافقوا عليه، نعمل أسبوع اسمه أسبوع المعرفة. في أسبوع المعرفة ده يا سينو مطلوب من كل طالب إنه يروح المكتبة ويختار كتاب واحد يقراه كويس ويحاول يلخصه زي ما هو فهمه، وبعدين يقدموا لمكتبة المدرسة عشان باقي الطلبة تستفيد. يا سلام، فكرة حلوة وذكية تخلي الأولاد اللي في سنكم يحبوا القراية ويعرفوا أهميتها. قولوا لي بقى إيه الكتب اللي انتوا ناويين تقروها؟ أنا بفكر ألخص رواية من سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق، وأنا لسه بفكر ممكن ألخص كتاب تاريخي مليان حكايات وحواديت. هو كان في مكتبات في كيمة ياسينو؟ أنا أعرف إن مكتبة اسكندرية موجودة من قبل الميلاد، ومن قبل مكتبة اسكندرية يا كنوز المصريين عرفوا مكتبات المعابد اللي كانت خاصة بالكهنة والدارسين في المجالات المختلفة، لكن نقدر نقول إن مكتبة اسكندرية هي أول مكتبة عامة في تاريخ كيمت. المكتبة خطط لإنشائها بطلميوس الأول، مكتبة ضخمة على شواطئ اسكندرية اللي كانت عاصمة لمصر وقتها، لكن اللي كمل بناء المكتبة كان بطلميوس الثاني وأنشأ جنبها أكاديمية للبحث العلمي سماها موسيون، وهي الكلمة اللي بقت ميوزيوم بعد كده في اللغة الإنجليزية. مكتبة اسكندرية كان فيها حوالي 700,000 كتاب يا كنوز، بتضم كتب من كل العلوم والفنون والنظريات العلمية والهندسية والفلسفة، منهم حوالي 200,000 كتاب احتفظت بيهم المكتبة في عهد كليوباترا. معنى إن المكتبة اتبنت على إيد البطالمة، يبقى علماء كتير عصروها؟ بس أنا عاوز أعرف بقى يا سينو، علوم وفنون مصر القديمة كانت جزء من المكتبة ولا هم اهتموا بس بالكتب الرومانية واليونانية؟ سر من أسرار مكتبة اسكندرية القديمة يحيى إنها كانت جسر وصل ما بين الحضارات وبعضها، الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية والرومانية،
كل الحضارات دي كانوا جزء من مكتبة اسكندرية القديمة، يعني نقدر نقول إن المكتبة كانت جوجل العالم القديم. جوجل يعني إيه ده؟ جوجل ده يا سينو هو أشهر محرك بحث في زماننا، تقدر عليه تلاقي أي معلومة أو أي صورة أو أي تاريخ أو أي مكان عاوز تعرف عنه أكتر. بس أنا عايز أعرف يا سينو، هي المكتبة القديمة اختفت إزاي وما بقاش ليها وجود في عالمنا؟ للأسف المكتبة اتحرقت بالكامل. ومين اللي عمل كده؟ في حكايات بتقول إن يوليوس قيصر، لكن في حكايات تانية بتقول إن المكتبة رغم إنها تعرضت للحريق لكن ما اتدمرتش بالكامل غير في العصر الروماني. في كل الأحوال حريق مكتبة اسكندرية القديمة كان خسارة كبيرة للبشرية كلها، مش بس شعب كيمت. معاكي حق يا كنوز. طيب أنا عندي فكرة، إيه رأيك نقنع بابا وماما ياخدونا الويك إند ده نزور مكتبة الإسكندرية الجديدة ونختار الكتب اللي هنقراها؟ ياه يا ريت يا يحيى، هتبقى فرصة حلوة قوي، وبالمرة شوف البحر. خدوني معاكم يا أولاد أشوف المكتبة. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ واو. مين فيكم زار مكتبة الأسكندرية الجديدة؟ أنا زرتها مع رحلة في المدرسة وانبسطت قوي. مكتبة الأسكندرية الجديدة بتكمل مسيرة المكتبة القديمة في المعرفة، والأسكندرية فيها أماكن حلوة كتير قوي زي المسرح الروماني ومتحف الأسكندرية القومي والأعداء الكورنيش. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى وصلنا للمطبخ وعايزين نعمل حاجات حلوه بقى نشربها وناكلها. وانت كنت جعان من اول وعايز تاكل بيتزا صح؟ اعلمك عصير حلو تعمله لبابا وماما، ايه رايك؟ وانت كمان انتوا بتساعدوا اصلا بابا وماما عاده؟ اه. طيب تعالوا نعمل بقى ايه، كوكتيل. انت نفسك تعمل كوكتيل وراجل صاحب مزاج، هنعمل النهارده كوكتيل لذيذ قوي. كل واحد يقول لي الطبق اللي قدامه ايه يا شباب. عنب وتفاح. طيب عايزين نعمل عصير عنب وتفاح، هنعمل ايه؟ مين هيقدر يحط لي التفاح الاول؟ يلا حط لي التفاح من غير ما تدلقه. لا على بعضه كده، حطه كله. ايوه طبعا زي ما انت شايف يا استاذ ايفو، احنا جبنا تفاح وقشرناه وقطعناه، فممكن ماما تساعدنا في التقشير والتقطيع. سلام يا ايفان. انا قلت يا جماعه عايزين ناس كبيره تبقى فاهمه تعمل ايه. طلع ايفان شاطر. ايوه معلش اللي فات ده حلو حلو، اللي وقع ده هنجيبه بقى هنا. ايوه كده التفاح والتفاحه كمان. يلا ونحط ده تحت، حطه تحت كده. ايوه شكرا. ومحتاجين ايه كمان؟ استنى، ميه. محتاجين ايه كمان؟ ميه. مش محتاجين حاجه، العنب مصفق اصلا. محتاجين ميه. برافو يا ايفو والله شاطر ومركز. طيب نحط شويه ميه. مين بقى ممكن يعمل عصير ده بقى كده ويفطره لماما وبابا؟ انا. انتوا الاثنين. سلام، كفايه ميه قوي كده، حلوه قوي. ايوه يا ايفو بقى شكلك بتساعد ماما دايما صح ولا ايه؟ صح ماشي. يلا تعرف تضرب الخلاط؟ لا 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 مش كده، انا واحد ماشي. لا مش عايزينه كله قوي كده، عايزين بس كله. يلا ماشي، انا ماسكه بس. انت فتحته محمد هيطفيه بقى، استنى لسه يتخلط بقى. شايفين تفتحوا العنب بتخلطوا. يلا حلو كده. شكله يامي ولا ايه؟ ولا ضربه كمان يا ولاد؟ ضربه كمان. ضربه كمان والله ما كسبت. يلا محمد هيطفيه. في يا محمد ايه؟ في يا محمد ايه؟ شكرا شكرا. طيب عندنا كوباياتنا الحلوه، ايفان هيساعدني. انا اللي هصب. لا انا اللي هصب. احنا الاثنين. احنا الاثنين صعب، هنوقع. لا مش هنوقع والله، هنوقع. انت هتحطي ده مكانه، حطي لي ده مكانه وانا هصب عشان ما نوقعش. حطيته مكانه ايفو.
فيه. لا ما حطيتوش. انا حاطه فين؟ حطه يمين كده في الاخر. ايوه. الله، شايفين شكله عامل ازاي يا ولاد؟ طعمه كمان هيبقى خطير. مين بيحب العنب اصلا؟ انا اكتر الفواكه اللي بحبها اصلا العنب والتفاح. طبعا مفيد جدا، وزي ما دايما بنقول تفاحه واحده في اليوم تخلينا نبقى تباخده، ما عندناش امراض كتير. ايوه هتاخده وتدوقه كمان. دوق كده، دوق كده. حلو العصير اللي انت عملته؟ حلو 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 قوي. طب يلا روحوا بقى دوقوا لطنطات وانكلات، ونشوف بقى الشباب جاستن وروفينا هيعملوا معانا ايه بسرعه جدا جدا. يا جاستن يا روفي، عارفين ايه ده؟ ايه ده؟ سوسيس. ده سوسيس. اوكي. السوسيس بتاعنا احنا سلقناه عشان يستوي شويه خلاص ومجهزينه كده. طب عايزين نعمل العجينه اللي هي ايه اللي هي الكورن، عشان نبقى عاملين السوسيس بالكورن. هنعملها ازاي؟ بيض. بيض، برافو. بيض عندنا، البيض ايه كمان؟ اهو البيض. نحط الدقيق. ونحط دقيق عادي. يلا حط دقيق عادي. ايوه حلوه قوي. ونحط كمان دقيق ذره. يلا حط دقيق ذره. دقيق ابيض ودقيق ذره. ده ايوه دقيق ابيض ودقيق ذره. ده ايه ده؟ لا ده ملح، سيبيه ده. هنحط ايه؟ نشا. نشا افتكروا عشان تقولوا لماما. دقيق ابيض ودقيق ذره ونشا على البيضه. ده ايه ده بقى يا استاذه؟ لبن. لبن رايب مش لبن عادي. انا لا انا عشان ايه؟ انت هتقلبي دلوقتي. وانت كمان. حطينا الايه؟ اللبن الرايب. ممكن السكر ده. لا مش هنحط بقى معلقه سكر. معلقه واحده. قربي بس عشان ما ايه؟ معلقه. برافو. معلقه سكر ومعلقه ملح. الاستاذ هو يحط معلقه ملح عشان نبقى تعاوننا كلنا. حط معلقه ملح. حلو قوي. حط كمان عشان السكر ما يبقاش اكتر من الملح. شكرا يا استاذ. ايوه كده اهو. ماشي بس كده. ونقوم شايلين الحاجات بتاعتنا كده اهو كده اهو. يلا ممكن تساعدوني في ان احنا نشيل دول؟ يلا شيل. احطه فين؟ تحت في الدرج. ايوه كده. ونقوم مقلبين مقلبين مقلبين. هتقلبي انت بس من غير لما نوقع بره، تعرفي؟ ماشي ماشي. يلا نقلب من غير ما نوقع بره. نقلب من غير ما نوقع بره. طيب انتوا الاثنين امسكها لها بقى، عايزه تيم ورك هنا. ايوه امسك لها كده، وانت حاولي ما ايه ما توقعيش بره. هنقعد نقلب يا اولاد، نقلب لغايه ما يتعمل عجينه. ايه؟ لغايه ما يتعمل عجينه بالظبط كده. ونحطه كمان، نحطه في الثلاجه لمده ساعه على الاقل بعد ما نعمله. مش في الثلاجه. بس انت بقى هنقعد نقلب اكتر. بصي قلب اكتر اكتر. يلا قلب شويه. قلب شويه كده. نقعد نقلب 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 لحد ما يمسك في بعض نفسه كده اهو، وكل الدقيق اللي جوه الابيض والاصفر والنشا يبقوا مخلوطين مع بعض كده اهو، زي ما انا عامله كده اهو كده اهو كده اهو. ايوه استني اهو لحد ما بقى كده اهو. حلو قوي. تقلب بقى عامل ازاي يا ولاد؟ عجين عجين. طيب هنحطه في الثلاجه لمده ساعه. ساعه هيطلع لنا ازاي؟ كده اهو. حلو الكلام؟ ايه ده؟ ده اللي احنا لسه عاملينه. هنحطه في التلاجة لمدة ساعة، هيطلع لنا ده. هو ده، ده هو ده، بس ده بعد ما اتحط في التلاجة. هنعمل ايه؟ هناخد الستيكس بتاعتنا اللي هي دي. ناخد منها ونمسك الستيك كده اهو، نحط فيه الساسج بتاعنا او السوسيس بتاعنا. كده اهو. نحطه فين بقى؟ كده اهو. نحطه في السوسيس. نجوى. سهلة خالص. خلي بالك بس عشان ده ايه؟ ستيكس. خلي بالك من العينين. ايوه سهله خالص صح. احطها فين بقى؟ هنحطها في الاكل. جهزهم بقى. اقول لك هنحطهم ازاي. عندك ستيكس كلها، جهزهم كده. أوكي؟ اوكي. وبعد ما جهزناهم كده اقول لكم هنعمل ايه. يلا. والزيت ابتدى يسخن. انا بس سايبه الزيت يسخن يعني عشان اقول لكم ايه. لا لا خلي بالك. بصي بصي يا روفي انت عامله ايه. خلي بالك علشان انا مش عامله قوي. هنحطها في الزيت، فلازم تبقى مظبوطة عشان ما تقعش من الزيت مننا. اوكي؟ ونعملها لحد الاخر. ايوه اخر واحدة انا هعملها. خلاص احنا ايه؟ نحطها في الزيت بقى؟ لسه؟ واحنا حطيناها في الصوص بتاعها. ايه؟ خلاص كده؟ نحطها في الصوص؟ لا لا يا حبيبتي، ده اللي هيتحط في التلاجة. خلاص؟
هنظبط بقى الطبق بتاعنا اهو. بس خلي ده في الحصه عشان هنور. هحطي بقى ده كاننا هنحطه في الثلاجه، حطيه بعيد وهنقرب الصوص بتاعنا ندبه او يعني نغمس بيه كده الصوص كده اهو كده اهو كده اهو، وناخد بالنا طبعا عشان ما نبهدلش الدنيا. ما نبهدلش. ايوه، ونقوم منزلينها في الزيت كده. لا استني، الزيت لسه ما سخنش، حضريهم لي هنا. ماشي. يلا نحضرهم. كده اهو. يا حبيبي بس. يا حبيبي بس. كده اهو. أيوة. حلوة جدا. حلوة جدا صح؟ جدا. لسه بقى لما تطلع بقى ما اقولكيش هتبقى يام يام ازاي. ما اقولكيش بقى. ندوقها لماما وبابا. لسه ما سخنش، لازم يبقى سخن قوي 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 عشان تنزل تعمل تش. بس ده ما تعملش كويس. طبعا يا ولاد، احنا مرحله الزيت دي احنا ما بنعملهاش خالص. أوكي. احنا بنجهز لماما كل حاجه لحد ما نحط لها على الطبق كده زي ما انتوا عاملين كده. الايه؟ الساسج جاهز بالصوص بتاعه. مرحله الزيت ماما اللي بتعملها صح ولا ايه؟ بتاع. يلا. ايوه كده. ينفع بس احط الزيت هنا عشان مش عارفه اعمله. حلو قوي. ايوه شكرا شكرا. ممكن احط كده؟ ويلا نحطهم مع بعض طبعا. يلا. وي. فكر موفر جدا. ايه ده؟ ايوه هحطها كده. يلا شاطر. ونقوم مطلعينهم مع بعض. حاسبي بقى عشان اطلعهم مع بعض كده. دي لوحدها دي ليه وقعت ليه دي؟ يلا نقوم حاطينها ايه كده اهو. نستخرج ايدينا؟ مفيش. لا ما احنا مش لابسين جوانتيات. خلاص هنجهز لماما الاكله بتاعتنا، هتعملها هي في الزيت. هتطلع عامله ازاي يا ولاد؟ طبعا انا محضرها لكم عشان ندوقها. يلا ندوق. اتفضل دي دوقها كده. ايوه وانا كمان ادوق معاكم. واحط الباقي عشان الزيت بتاعنا ابتدى يسخن. احط الباقي في الزيت. ايه الاخبار عندكم يا شباب؟ حلوه قوي قوي. هتعملوها يعني في البيت بجد؟ طيب انا حطيت الباقي علشان يتعملوا في الزيت، ودلوقتي بقى نبص لهم كده. اوعدوني ان انتوا هتعملوها في البيت عشان هي ديليشس قوي واحلى بكتير واضمن بكتير ان احنا نبقى بنعملها في البيت. ودلوقتي تعالوا نروح نسمع اغنيه حلوه. بس قولوا لهم بقى ايه؟ باي باي. باي باي. وريني كده بالصوص. لا